عملية تحريك المحركات والتشغيل والانطلاق بيدي الله. هنا الاحتراف، هنا القوة، هنا صوت المحركات. نعم، انطلاقة صاروخية بالسلاح. بالسلاح يتقدم الآن بصورة مذهلة في الأمام. معاه الآن في هذه اللحظات أيضا محمد جاسم الباز. محمد جاسم الباز الآن من الكويت ينطلق بسرعة الصاروخ في مقدمة السباق معاه خليفة بالسلاح في المركز الثاني، ولكن يبقى الآن راشد الدواس يحاول أن يتقدم الكويتي. إذن الكويتي محمد جاسم، محمد جاسم يا سلام يا سلام، في تقدم الآن قوي قادم من محمد بربيع. محمد بربيع أيضا يدخل في المنافسة مع يوسف عبد الرزاق القادم من الخلف مع راشد الدواس. راشد الدواس يتكلمنا عنه، خليفة يوسف عبد الرزاق. السرعات خيالية هنا، هنا تختلف الأمور تماما كما شاهدناها الآن في هذا الصباح في هذا اليوم مع فئة الواقف المحترفين. الآن الجالس المحترفين نشوف محمد بربيع. يا سلام عليك يا بربيع، يا الله يا بربيع. بربيع خذ المسار الأزرق يا جماعة، يا سلام عليه يا سلام عليه. شوف المهارة العالية، ولكن حذاري يا محمد إبراهيم. محمد إبراهيم بربيع بربيع بربيع، ما أحلاك بربيع، دائما يعطينا من المفاجآت، مع أنه ما تكلمنا عنه اليوم، مع أنه ما تكلمنا عن بربيع اليوم ولا يبنى طاريه من بداية السباق مع الانطلاقة الأولى وعلى الاصطفافة، ولكن يتقدم الآن برعاية ريد بول على فكرة. لاحظ الآن هنا، أوه شكله ركب له جوانح من ريد بول اليوم. لاحظ عندك كيف صار، كيف صار. تخيل محمد بربيع على فكرة كان ينافس في الجي بي 2 اليوم مع قفاد الاحتراف بهذه القوة بهذه السلاسة هذه الانطلاقة وفكر احترافي أيضا. لاحظنا كيف أخذ المسار الأزرق وتجاوز بسرعة، جاوز محمد جاسم الباز وخليفة بالسلاح. تقدم رائع ممتاز، محاولة محمد جاسم مرة أخرى للعودة، ولكن يبقى محمد إبراهيم بربيع الآن على الصدارة وانطلاقة صاروخية الآن. يا السلام يا فرق الكويت، صدارة كويتية الآن، شباب الكويت يصدرون. شوف الأزرق، شوف الأزرق، الدراجات كلها زرق يا جماعة. شوف أنا أشوف اللون الأزرق مسيطر، مسيطر اللون الأزرق اليوم، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، مداه ممتاز. ولكن يبقى الآن في محاولة موجودة من محمد بربيع أن يبقي على هذه الصدارة. نعم نعم، بعد محاولة محمد جاسم ياخذ المسار الأحمر. على فكرة هنا التكنيك، هنا التكتيك، هنا ممكن تقدر تغير مسار السباق وأيضا النتيجة في هذه الجزئية. ولكن على مين؟ على محمد بربيع. ما هو خذ المكان من هالمكان، ما هو تصدر بهذا المكان، كيف كيف يتركها لغيره، كيف يتركها لغيره أنه يقوم بنفس العمل ويا يتقدم عليه. نشوف معاكم الآن رقم 66، إذن محمد بربيع يتصدر السباق بشكل جميل، لا زال الآن يقدم كل مهارة وأيضا باقتداره في هذه اللحظات أن يوسع الفارق أكثر فأكثر. فكل ما زاد الفارق في الجزئية العلوية الآن هنا في هذا المكان في هذا المسار المستقيم، كل ما تنزل عند المسارين المتفرعين، إذا كنت في الأعلى ماخذ قاب أكثر، فعالية المسار رقم 2 اللي هو الشورت كت ما بتقدر تسوي فيه شيء، ما تقدر. نشوف راشد الطاير الآن يحاول أن يتقدم بالمسار الثاني، طبعا مهارة كبيرة، هذا واحد من أبطالنا، واحد من أبطال الإمارات، واحد من أبطال المهاريين. نعم راح يأخذ المسار الثاني لأنه يعرف عنده قوة في التعامل. يا السلام يا السلام يا راشد، راشد سهيل الطاير بالفعل يقفز قفزة نوعية من المركز الرابع إلى المركز الثاني تقريبا الآن، ربما يكون بالمركز الثاني إذا خلت تتضح. ما هم قادرين نشوف الموي، ما شاء الله ما شاء الله عليك. ولكن شفنا شفنا المكان اللي دخل فيه محمد بربيع، لا زال في الصدارة رقم 66. نشوف راشد سهيل الطاير، وينك يا راشد؟ شوف هذا راشد، هذا لا، هذا جاسم الباز، هذا محمد جاسم، محمد جاسم بالمركز الثاني، إذا راشد في المركز الثالث. يا سلام، غريب غريب جدا قريب جدا. يا سلام عليك يا راشد، ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سهيل، ما شاء الله عليك يا ابو سهيل، رائع. مره ثانيه مره ثانيه ياخذ المسار الازرق، اللي يبغي مهاره عاليه، اللي يبغي التفافه اسرع. هو شورت كت، هو قصير، ولكن يجب ان تكون سريع في الالتفافات. ويبقى لازال 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 في نفس المركز. تتقدم الان هنا القوه الكويتيه في المقدمه، والعلم الابيض، علم ابيض يرفع في هذه اللحظات بهذه السرعه الخياليه، سرعة خيالية انهاها بسرعة الحكم بالمناسبة، وقلناها مو بشرط ان تكون 15 دقيقة كما يراه الحكم بالنسبة للتوقيت وتأخير
المجاميع منذ الانطلاقة الأولى في هذا الصباح، يوم تأخروا في الانطلاقة الأولى فصار كل مجموعة تتأخر أكثر من الأخرى، وبالتالي الآن الحكم أشوفه رفع على مبيض، لا ما رفع لكنه مرفوع على الزورة، يجب أن لا يرفع في هذه اللحظات، يعني المفروض ما يرفع، لا يجب أن لا يرفع لأن احنا شفنا علم مرفوع، طالما رفع العلم معناه تأخر لف، ولكن إذا رفعه ما رفعه في يديه، رافعينه فوق الزورق. نشوف معاكم الآن هنا 5 دقائق، لأنه مستحيل 5 دقائق هنا بهذه السرعة. نلاحظ الآن نشوف لا زال يصمد. بالمناسبة أوضح هذا الأمر، هنا ممكن تتصدر في أول 5 دقائق، بعد 5 دقائق بالضبط إلى 8 دقائق تحديدا تبدأ اللاكتيك أسيد ونسبة اللاكتيك أسيد في العضلات تزيد، هنا تتعب، تركيز يقل، السرعة تقل. شوفوا معنا، احنا راح نتابع، احنا باقي 6 دقائق الان، احنا عند 6 دقائق بعدنا، باقينا نقول اذا عطوهم المسافه 6 دقائق متبقيه عن النهايه. نشوف معاكم الان، والله محمد جاسم اشوف لياقته عاليه، الراشد السيل الطاير ما شاء الله عليه باللياقه ومهاره، عنده مهارته ممتازه، مهارته ما شاء الله، رقم خمسة اليوم ابنه البطل حقق المركز الاول فئه الناشئين الصغار، لا زال موجود الان في المركزين الثالث والرابع، كان في المركز الخامس، عمل قفزه نوعيه، يحاول ان يتقدم، يوسف العبد الرزاق في المركز الخامس حاليا، يبدو لي الان في تراجع بدات تختلف الامور، عند الدقيقه 8 يحسب وياي، شوف فوق، شوف على الشاشه يحسب معاي دقيقه ونص، راح اشوف تختلف امور كثيره، بعد دقيقه ونص يبدا يتعب، هذا الامر فني بحت يفهمون الدراجين. نشوف معاكم الان، شوف بعد دقيقة ونص راح نشوف الوضع مختلف، راح ربما المتصدر محمد ربيع طبعا معروف انه عنده امكانية لانه شارك بطولة العالم، شارك بطولة اوروبا، شارك محمد ربيع ايضا في كاس تايلند، محمد ربيع فاز هنا في الامارات اكثر من مرة، يعني واحد من الاسماء القوية اللي موجودة، بالاضافة الى راشد الدواس اللي لحد الان ما شفته راشد الدواس، مو عارف مكانه وين، على متن الدراجة الرقم 17. لاحظ معاكم الآن في الصور رقم 38 محمد جاسم في المركز الثاني، المركز الثالث في المنافسة موجود معهم راشد الطاير، نعم هذا راشد على متن الدراجة الرقم 5 بكل قوة يحاول أن يتقدم الآن إلى المركز الثاني، لا زال في قلب المنافسة، دقيقة واحدة متبقية لمعرفة مدى اللياقة البدنية لدى الدراجين وصمودهم، نعم الصمود يختلف بعد الدقيقة 8، هذا ما أقرته البطولات وما رأته الكثير من العيون الفنية، نعم بعد 8 دقائق يبدأ الوضع يختلف، اللياقة تفرق مع الدراجين وخصوصا في هذه الفئة، فئة الاحتراف الجالس مع الدراجات المزودة والتي تسمى بالجي بي 1 ران باوت 1. معاكم الآن هنا في هذه اللحظات الران باوت 1 بقوة صاروخية لا زال يحافظ عليها محمد إبراهيم بربيع، واللي اقتنص هذه الصدارة بعد مرور اللفة الثانية بعملية الشورت كات واستطاع أن يتقدم، فبالتالي يعرف تماما لا يترك مجال، يحاول يوسع الفارق هناك مع استقامة المسار، نلاحظ معكم الآن بدينا في عملية الدوران، يا سلام عليكم يا شباب والله رائعين بهذه الجولة، لا زالت هناك جولة متبقية 25 نقطة يحصل عليها بطل الجولة الصباحية، بالإضافة إلى 25 إذا ما استطاع أن يكمل هذا النجاح ويحقق المركز الأول. نلاحظ الآن هذه لازالت موجودة معاه، ولكن المحاولة قوية لازالت قائمة، واختياراتك يا راشد، يا سلام يا اختياراتك يا راشد، راشد مصر يا جماعة، مصر يذكرني في بطولة العالم راشد هيل الطاير عندما أصر على المسار نفسه المختصر الصعب، ترى هي عندك خيارين، الخيار الأول أنك عندك الطريق اللي فيها نسبة الانحرافات أقل ولكنها أطول بشوي، لكن عندك القدرة أنك تسرع فيها، تخلي المحرك يرتاح، تعطي السرعات فبالتالي تكون أسرع من الآخرين، عندك الخيار الثاني مسار أقل شورت كات قصير ولكن في 4 انحناءات حادة زاوية 90، إذا كنت مهاري كفاية تقدر انك انت تكون افضل من مشى على المسار الاول الاطول والاسرع، هو اطول بس اسرع، لكن هنا اقصر لكن معرجاته ومنعرجاته اكثر، فبالتالي اللي عنده المهارة الكافية اللي يثق بنفسه وقدراته هو اللي ياخذ هذا المسار. فنعود الى القصة، راشد
حاول راشد حسين الطاير إن الجميع كان ياخذ الأطول وهو لا ياخذ المهاري 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 إلى أن تقدم وفاز. إذا أن جاوز هذا يعطيك دليل على القدرات اللي موجود عليها أو موجودة عليها هذه المستويات المشاركة اليوم على مستوى بطولات العالم. فبالتالي عندما يكون هناك إصرار هناك أيضا ثقة في النفس، أعرف أني أنا أستطيع من خلال المهارة أكون أكثر من قوة المحرك، وهذه اللي نشوفها أحيانا قوة المحرك تغلب وأحيانا كثيرة تغلب قوة وإرادة الدراج. هذا اللي تعلمناه من الدراجات المائية ونستمر. والآن شوفوا الفوارق بدأت تزيد، شوف هذا عدينا وصلنا عند 10 دقائق، الآن بدينا نشوف الفوارق بدأ التعب يزيد. الآن حاليا الصدارة لازالت مع محمد إبراهيم بربيع من الكويت اللي حافظ على هذه الصدارة، وصلنا عند الدقيقة 11 تقريبا، متبقي أقل من 10 ثواني. ومعاكم الآن هنا الصورة موجودة، لازال محمد إبراهيم بربيع طبعا تاريخ تاريخ هذا البطل الكويتي، ولكن راشد الدواس هو اللي صاعد بقوة على مستوى التوب 10 الآن من ضمن أفضل 10 دراجين على مستوى العالم حاليا. راشد الدواس ويوسف عبد الرزاق اللي هو موجود في المركز الرابع، ولكن راشد الدواس يتواجد من ضمن التوب 10 تقريبا ما بين المركز الثامن أو السابع على مستوى العالم من دولة الكويت. راشد الطاير الدراج المقاتل هنا كما نشاهد، أشوف هو الوحيد اللي يخلص الفارق، هو الوحيد اللي يحاول أن يخلص الفارق ويبقى دائما في المسار المهاري الأسرع. يا سلام عليك يا سلام، شوفوا شو سوى اليوم، شوف شو اللي سواه، شوف شو التكتيك الجديد اللي أخذه هذا الدراج الكويتي. محمد إبراهيم ياخذ المسار الشورت كات يا جماعة المهاري، ياخذ المسار المهاري الآن قبل قليل. والله متعة متعة طبعا، اللي يفهم اللعبة هذه أكثر يستمتع أكثر من اللي يشوفه من الدراجين، اللي يشوفه من هؤلاء الأبطال العالميين. هنا الخبرات، هنا يعني اليوم ولا واحد من هؤلاء ما شارك في بطولة عالم، وأكثرهم وصل وبوديوم في بطولات ومحطات بطولات العالم ومراحل بطولات العالم، مثل راشد السيل الطاير، يوسف عبد الرزاق بطل عالم 4 مرات، راشد الدواس صعد المنصة 2 مرات على بطولات العالم، ولكن في الجولات وليس على مستوى الموسم، لأن احنا نتكلم على مستوى الموسم شيء وعلى مستوى الجولات شيء آخر. يوسف عبد الرزاق عندما نقول بطل العالم 4 مرات، هذا حقق 4 ألقاب لموسم كامل مع جمع النقاط موسم كامل، وهذا الموسم فيه العديد من الجولات ومن المحطات، سواء كانت هنا في الإمارات، هناك في أوروبا، أيضا في آسيا، أو أيضا أحيانا تكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا تحديدا أريزونا هي أكثر من تستقبل هذه البطولات الخاصة للدراجات المائية، ومؤخرا بدأت تهتم أكثر بفئة الناشئين الصغار واللي شاركوا فيها فعلا هنا من دولة الإمارات، ومنهم ابن البطل عيسى آل علي اللي حقق المركز الثاني والميدالية الفضية مؤخرا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي اليوم نشوفه في مشاركاته الأوروبية أيضا. يتواجد البطل راشد سهيل، سهيل راشد السهيل الطاير، ما شاء الله عليهم. هذا راح يكون يوم من الأيام حقيقة ما يقدمه هؤلاء الأبطال، وهم الآن مع هذه الفئة الشابة الناشئة لهم أبنائهم، راح يكون يوم من الأيام هذا هو المنتخب الوطني اللي راح يشارك بإذن الله تعالى في دورات الألعاب الأولمبية للدراجات المائية. والكل يعرف حاليا المجلس الأولمبي الآسيوي اعتمدها اعتماد كلي انها راح تكون لعبة أولمبية بالنسبة للألعاب الآسيوية، وأيضا من جانب آخر تم رفع هذا التصور إلى اللجنة الأولمبية الدولية واعتمادها كلعبة، لأن بالفعل فيها لياقة بدنية، فيها إعداد مراحل إعداد بدني عام، فيها نبض، فيها أنتي دوبينج فحص منشطات، لأن من المستحيل أنك تمسك 20 دقيقة بنفس الرتم بنفس القوة. فعندما كل هذه المعطيات تعطيك أن فعلا أنها رياضة لا تقل عن الرياضات البدنية الأخرى.
نعم لا تقل، لأن أنت بحاجة إلى لياقة بدنية، بحاجة إلى تدريب عضلي، بحاجة إلى تدريب إعداد بدني عام، أيضا إلى تريننج ديزاين بروجرامز. يعني هاي كلها أنت بحاجة نفس اللي تعيشه الألعاب الأخرى، لذلك تستحق أنها تكون إحدى الرياضات الفردية التي تتواجد في الألعاب الأولمبية. بدأت فعليا ورسميا مع دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت هذا الفريق، فريق المكون من لاعبي أندية البحرية في دولة الإمارات، سواء هنا من دبي أو هناك في الشارقة أو في أبوظبي، وشاركوا المشاركة الأولى وكانت الحصيلة 3 ميداليات لدولة الإمارات لمنتخبنا الوطني، وهي تاريخية للمرة الأولى. الآن نشوف الأبناء، نشوف الفئات العمرية، نشوف الناشئين موجودين بشكل قوي، وأيضا الاستفادة للقدوة اللي موجودة الآن مثل راشد الطاير ما شاء الله عليه، اللي يعض الآن على المكان اللي موجود فيه الآن على المركز الثاني والثالث بكل قوة. لاحظ هذا راشد ما شاء الله اللياقة بدأت تتأثر عليه. طبعا هذه تصل إلى 20 دقيقة بالمناسبة، يعني هذه الفئة هي أصعب فئة، هي الفئة الأشهر على مستوى العالم، واللي تصل إلى 20 دقيقة، 20 دقيقة من الأداء، 20 دقيقة من التحمل مع التحكم العضلي بالدراجة هذه في تلك المنعرجات الصعبة. لا، وأنت بعد ما تختار الطريق اللي فيها استقامة مسار، لا، أنت تختار المتعرج أيضا، فبالتالي كل ما تختار المتعرج كل ما تتعب أكثر، العضلات تنهار. نعم، هذا ما يحدث لأعتى الدراجين، أعتاهم هذا الشيء الوحيد اللي يتعب الدراج هنا، المسارات المتعرجة. فبالتالي هذا هو بانتظار المسار المستقيم، ولكن أين يأتي هذا المسار المستقيم في سباق الدراجات الهوائية؟ فقط لا يتعدى 200 متر، 200 متر على أكثر أو أقل تقدير، يعني ما تقدر تزيد عن هذه المسافة، لأن هذا هو التحدي الحقيقي، هي المهارة، هي السكيلز، هي القوة العضلية في التحكم بهذه الدراجة. إذن الآن 17 دقيقة مرت، ولا زال محمد إبراهيم بربيع من دولة الكويت يعض على الصدارة ويتعامل بكل شطارة، والعلم الأبيض يرفع الآن، يرفع العلم الأبيض، ويلا يا بربيع، يلا يا بربيع، محمد إبراهيم بربيع الآن على الصدارة. المنافسة اللي موجودة الآن، راشد السهيل الطاير في المركز الثالث الآن، المركز الثاني محمد جاسم الباز من الكويت، الكويتي، إذن الكويتيون الآن في حالة سيطرة على السباق، المركزين الأول والثاني، وهناك راشد السهيل الطاير يقاتل الآن ويقاوم من أجل المركز الثالث، وصدارة كويتية رائعة، أداء ممتاز، مبهر في هذه الأثناء. لاحظ الصورة هنا، يا سلام عليكم، شوف الأداء الآن هنا، 18 دقيقة مرت، والعلم الأبيض، والوصول الآن إلى خط النهاية في هذه الأثناء، لنصل إلى ختام الفترة الصباحية. نعم، وصدارة كويتية. إذن الآن في هذه اللحظات نشوف على مصفر رايح للأمام، لا أعرف، نعم الصدارة 66، وهذا الرقم معاك دائما يا بربيع، مبروك. الجولة الأولى في انتظار الجولة الثانية 25 نقطة. إذن الآن بحوزة البطل الكويتي محمد إبراهيم بربيع، ومع أيضا الآن محمد جاسم الباز، المركزين الثاني والأول للكويت، المركز الثالث للإمارات. برافو يا راشد، نعم هذا راشد على متن الدراجة الرقم 5، ونقول لك مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذا التقدم، وأيضا القفزة النوعية من المركز السادس يقفز إلى المركز الثالث، راشد سهيل الطاير من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط كوكبة من نجوم نخبة الكويت الدراجات المائية، وأساس ونواة المنتخب الكويتي بقيادة المخضرم البطل المايسترو حقيقة يوسف عبد الرزاق. إذن مشاهدينا، كانت لقطات جميلة في ختام الفترة الصباحية الآن، وشهدت هذه المنافسة القوية هنا راشد السيل الطاير، يوسف عبد الرزاق، وأيضا البطل الهنغاري، بطل هنغاريا 10 مرات، جيروغوري جورجي كازا، وأيضا راشد الدواس وخليفة بالسلاح اللي اليوم ما وفق في أدائه،
من الانطلاقة. الانطلاقة لها دور كبير، وأيضا محمد جاسم البازلي نقز للمركز الثاني، محمد إبراهيم بربيع المركز الأول، وليد الشرشني من دولة قطر اللي أيضا دائما ما يتواجد في قلب المنافسة، وحاليا الوصول الأخير والفوز للكويت لمحمد إبراهيم بربيع ومحمد جاسم الباز وراشد سهيل الطاير. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، كان سباق مذهل وسريع أيضا من هذه الفئة. شوف الانطلاقة خاطفة كما شهدناها قبل قليل، صاروخية من جانب الكويت. شوف الكويت، فالكويتيون اليوم كانت الصدارة مع جاسم الباز. محمد جاسم أتاه رقم 66، محمد إبراهيم بربيع اللي أخذ المسار المتعرج واستطاع من خلال هذا المسار أن يقطع الطريق على محمد جاسم ويخطف الصدارة ويبقى عليها حتى النهاية. أما بطلنا رقم 5 الإماراتي راشد السهيل الطاير اللي كان في المركز الخامس، عمل قفزة نوعية بعدما أن استمر دائما في الطريق المتعرج إلى أن استطاع أن يصل إلى المركز الثالث، وكان قريبا على المركز الثاني. نعم كانت منافسة قوية في هذا اليوم، وأيضا لا زالت الجزئية الأهم الختامية ما بعد الظهيرة سوف تشهد لنا أيضا الجولة الثانية لهذا اليوم. 25 نقطة هناك تنتظر المركز الأول، ومحمد بربيع عنده 25 وفي انتظار 25 أخرى لتصل إلى 50 وعملية حسابية بعد ذلك. إذا مشاهدينا متابعينا هذه اللقطات يتركها لكم المخرج المبدع الأستاذ محمد الكتبي، ومن ثم ينتقل إلى الزميل يوسف إبراهيم، ولكم الكلمة بعد ذلك للعودة لمشاهدة الجملة الأخيرة في هذا اليوم، بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية. إلى اللقاء. We'll be right back.